اللعبة الثانية عليك انه تلقى دايموند خلال 10 دقائق، اذا ما لقيت الدايموند راح يتم قتلك. المرحلة اللي فاتت فزت وربحت $1,000,000. اوكي يا شباب، طبعا مثل ما سمعتوا انا فزت بالمرحلة السابقة. طبعا انا ما فزت بالقش، لحد يقول لي انا قشيت انا متأفوز. طبعا يا شباب قال لي انا فزت هسه $1,000,000، يعني بقى بس 5 جولات. هاي الـ5 جولات ان شاء الله راح اقدر افوز بيهن، واذا عندكم طريقة انه اهرب منهم قلوا لي يا شباب. شباب اذا انتبهت وفلشت البلوك واعطاني شيء قريب، اللي هو اعطاني زجاج، يعني اللي يفتهم انه اكو مودات بهذا العالم انه اقدر القى شغلات نادرة وبسرعة اقدر القى دايموند. هذا الخروف ايش راح يعطيني اذا اكتله، اذا اكسر اي شيء. اعطاني نذر ستار اقدر اسوي بيكون، بس ما عندي موارد. خشبة تعطيني زجاج، انكسر ثانية هم اعطتني زجاج، اذا اشمرها اعطتني زجاج اسود، اذا اشمره اعطاني وحش. مثل ما تعرفون حظي ضد الوحوش كلش حلو، ومثل ما تعرفون ثانيا انا كلش ما ترم ولا ضربة ضربته. ايه كده التمان طاني شي، ايه مادي شي استفاديت. اعطاني لحم الزومبي حلو وماين كارت. اوكي ما راح اكل لحم الزومبي، هيش عم اسوي شوية تحدي. المهم اللي ما حط لايك خلي حط لايك. لبسنا هذا لبسنا الشوز. طبعا يا شباب صار لي تقريبا دقيقتين ابحث وما لقيت اي شي. طبعا هذا السحم، السهم مو السحم، لحد يسوي حبيب زايا. المهم اكتشفت شي بهذا المود انه اذا تكسر شي ممكن يعطيك شي عشوائي، يعني مثلا كسرت هاي الديرتاي ممكن يعطيك دايموند. اي بس انا راح استمر اشياء عشوائية، مثلا هذا الرمل راح اكسره اشوف ايش راح يعطيني. اعطاني خوذة حلو، حصلنا دروع بس ما حصلنا دايموند. المهم كمل تكسير كمل تكسير، حصلنا سرير حلو، عندنا شيء هسه ضد الزومبي. لا 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 لا، المهم طلعنا من هذا الماي. حلو، شمرت هذا الحذاء واعطاني شيء هاي بلوكة وردية ما لها فايدة. خروف ما راح حكيت لي اعطيني وحش هذا الاندرمايت. رو دولك على وحش ثاني كس. بركت اشمر هاي اعطيني سلاح، يلا اعطاني شبر حلو، اعطاني خشب هاي قير ماين كرافت. اريد بعد خنزير تشلب موت، تشلب ما ينطشي حلو مزين. كان بحلى ماكو وقت تلاب يما. دور 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 ماكو بلوكات ثانية. بسرعة راح يقلص وقتك. او يا شباب قال بس 3 دقائق. بسرعة بسرعة، اي بلوكة كله جام، ما اريد جام اريد اكل. او خروف اذا قلت له راح يعطيني وحش. اريد شيء جديد. ولد ولد هذا لا اي ورده شنطاني. شوف يا شباب كم خوذ الدايموند ادي. او هذا يعطيني جام ما احتاج. خشب نوع قديم يعني مكسر من قبل. يا شباب راح اتوه لحظة، اتوقع شفت الفطر. يس يس اقدر اكسر هذا الفطر راح يعطيني شيء جديد. فطر 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 هم اعطاني فطر. اذا اشمر هذا الفطر فطر ما على اي تقنية. اخ يا شباب شورطني. هلا هذا جديد، بديت اجوع. 4 بيبان شو الفايدة؟ هذا شي ينطيني هيد
شني هذا الهيد يا شباب؟ يشبه الساعة مال بنتين، كسرته وانطاني شي ثاني. حلو، انطاني هيد ثاني نلبسه. اليوم قررت اترك وحدة من عدشان، السبب واحد. يلا جاهزين حتى تعرفون شنو السبب اللي خلاني اترك زوجتي. 3 2 1. السلام عليكم، شواركم؟ وياكم مهدي من قناة وقا. واليوم قررت اترك زوجتي. ليش راح اتركها اليوم راح تعرفون. بس شباب بنات، قبل لا نبدي بالمقطع اللي اريده من عندكم تضغطوا اللايك وتشتركون بالقناة وتفعلون جرس الاشعار. شوفوا ويه والله الحركة حلوة. واتحداكم بهذا المقطع توصلوننا الى 20,000 لايك، وما احب اطول عليكم اكثر. مشاهدة ممتعة. طبعا شباب بنات، اليوم قررت اترك زوجتي، السبب واحد اللي هو بس دقيقة خلي اسيد هاي. اليوم راح اقول لكم السبب الحقيقي. شوفوا شباب بنات، اللي يعرف انا عندي زوجتين، الزوجة الاولى اسمها حمدية والثانية اسمها وردة. اليوم راح اتركن السبب واحد. بس دقيقة خلي اشوفكم حمدية. ويه والله الحركة كلش حلوة. شوفوا هنا انا موجودة حمدية. بس دقيقة، هلا حمدية. اوه جاي تباوع ما تدري بيه. شوفوا ايش راح اسوي. شوفوا 1 2 حمدية، 1 2 اموتي. هاي شنو؟ والله حمدية غبية. وين رايح؟ حمدية. اوه راح اتكلم بهدوء حتى ما تسمعني. شوفوا الحركة مرة ثانية، 1 2 حمدية شلونك؟ والله ما تدري بيا. حمدية انا موت. بس لا تجوني، بس لا، اذا تشوفني راح تقتلني. هاي ساحرة مشعوذة. حمدية 1 2 باي ورات. باي شنو ورات؟ حمدية والله انت صايرة حلوة. شوفوا الحركة، 3 2 حمدية. لا لا شافت، والله ما شافتني. ايش بيها؟ مسودنة. لا خلاص حمدية. لا شوف حمدية، انا اليوم جيت اعتذر من عندك. اليوم جيت اقول لك شغله كلش مهمه حمدية. بس دقيقه جيت اقول لك شغله كلش مهمه. خلاص راح اطلع من البيت، بس اريد اقول لك شغله كلش مهمه اللي هي شوفوا شنو. قلعه حمدية، هذا البيت مالي. خلاص والله البيت مالك. اعتذر منك. لا وين المطلع؟ منين اطلع حمدية؟ هذا البيت صار ليش وتظل هنا؟ شوفوا خلي اروح زوجتي وردة احسن من عندك. والله ما ادري ايش فيها حمدية، دائما تكرهني، يعني كل مره تسوي بيها مقال. فمو مشكله، هسه اليوم انا راح اعاقبها. بس دقيقه، والله الحركه كلش حلوه. طبعا شباب بنات، لو تلاحظون صوتي شويه متغير لان بصراحه مريض، فمو مشكله. المهم هسه راح اروح زوجتي ورده. طبعا للي يعرف ورده تحبني وانا احبها بشكل مو طبيعي. بس اليوم للاسف الشديد لقيت ورده.